حالي ينضم الي من رام الله السيد جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي. سيد جهاد، اهلا بك على القاهره الاخباريه. بلينكن يزور الان تل ابيب في زياره ربما هي الخامسه منذ 7 من اكتوبر الماضي. هل يمكن ان نعول على بلينكن على هذه الزياره في ظل التصريحات الامريكيه، سواء التي جاءت على لساني في زيارات لدول في المنطقه قبل ان يصل الى تل ابيب، او حتى الرئيس الامريكي عندما يقول ان لابد او يجب على اسرائيل ان تهدئ من وتيره العنف في قطاع غزه، هل يمكن ان نعول على هذه الزياره في الضغط على اسرائيل لتهدئه الحرب؟ يعني في ظني ان يجب النظر الى مسالتين، المساله الاولى الاتفاق الاستراتيجي بين الحكومه الاسرائيليه والولايات المتحده الامريكيه القاضي باستمرار الحرب على حركه حماس والمقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه، ومن ناحيه اخرى هو المساعده لادخال او توسيع ادخال المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه من جهه، واجراء تبادل الاسرى. هذا ما يهم الحكومة الإسرائيلية وكذلك الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى عدم توسيع الحرب القائمة في المنطقة وعدم دخول أطراف أخرى في هذه الحرب. لذلك الجهود منصبة من ناحية الإدارة الأمريكية على تخفيف الحرب أو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من هذه الجهة، يعني عدم الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها واستمرارها في العدوان على الشعب الفلسطيني وقتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. طيب. لذا هناك مصالح داخلية لدى الإدارة الأمريكية، وهناك أيضا علاقة استراتيجية مع إسرائيل تعني أو يكون هناك فيه مزيد من الدعم للحكومة الإسرائيلية وحمايتها على المستوى الدولي خاصة في مجلس الأمن. وأيضا فيما يبدو من التصريحات سواء من تل أبيب وواشنطن أن هناك خلافا لا أدري إذا كان عميقا أم لا بين الجانبين فيما يتعلق بكيفية التعاطي مع هذه الحرب وحتى اليوم التالي لإنتهاء هذه الحرب في قطاع غزة. لكن دعنا من ذلك جانبا، ننتقل إلى ما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية. هذا الخلاف أيضا ينسحب على داخل الحكومة الإسرائيلية التي ربما كانت هناك بعض التصريحات المتباينة بين وزرائها ووزراء الحرب داخل هذه الحكومة، حكومة الحرب. كيف يمكن لهذا الخلاف أن يؤثر على تفاعل الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة وفي حربه وعدوانه المستمر على هذا القطاع؟ هناك ثلاث تيارات في الحكومة الإسرائيلية. التيار الذي يمثله سموتريش بن غفير هو يريد عودة الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان في قطاع غزة، أي إعادة الاحتلال، وبالتالي هذا تيار اليمين المتطرف. فيما التيار الآخر وهو الذي يمثله بن غفير هو يريد إنهاء حكم حماس، لكنه لا يريد إدارة الحكم في قطاع غزة والاستمرار بإمكانية الدخول والخروج ومنح الجيش الإسرائيلي المزيد من الحركة داخل قطاع غزة. هذان الاثنان بالإضافة إلى التيار الذي يمثله نتنياهو والذي يريد إطالة أمد الحرب وإن كان على حساب دخول إسرائيل في حروب أخرى أو توسيع الحرب القائمة مع أطراف أخرى لمصالحه الخاصة المتعلقة، المصالح السياسية الخاصة المتعلقة بإبقائه زعيما لهذه الحكومة وكذلك لحزب الليكود في إطار المنافسات الداخلية وإمكانية الذهاب إلى انتخابات مبكرة. هذه الطيارات الثلاث لا تؤثر عمليا على الجيش الإسرائيلي، إنما غياب الأهداف الواضحة من العدوان الإسرائيلي أو من الحرب الذي قام الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يؤثر على سير العمليات، لأن الجيش الإسرائيلي اليوم لا يعرف أو ليس لديه المعرفة ما هو الحد الذي يجب أن يصل إليه في توغله في قطاع غزة. هل سيذهب إلى احتلال كامل أم أنه سيعود إلى الحدود التي كانت قبل 7 أكتوبر، أم أنه سيكون لديه منطقة عازلة، وبالتالي لكل هدف من الأهداف ينبغي أن تكون لديه آلية عمل عسكرية واضحة لدى الجيش الإسرائيلي. لذا حتى اليوم الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات ثأر ضد الشعب الفلسطيني وعمليات القتل دون أن يكون لديه أهداف محددة واضحة المعالم لكيفية التعاطي مع ما تريد الوصول إليه حكومة. طيب سيد جهاد، وكأنك تقول أن الرؤية تبدو غائبة عن نتنياهو أو حكومة الحرب الحالية فيما تريد وتعتقد أنه يفيد إسرائيل في قطاع غزة، وبالتالي ذلك يؤثر على فعالية العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع. نعم بكل تأكيد.
ما الهدف الرئيسي وهو العام هو ألا يكون القطاع غزة قابل للحياة، وبالتالي عمليات التدمير المنهجي التي شاهدناها خلال الثلاثة أشهر الماضية أدت إلى عدم قدرة الشعب الفلسطيني مستقبلا على الوجود في قطاع غزة. لذلك هم يتحدثون عن الهجرة، واليوم يتحدثون عن الهجرة الطوعية. لا يمكن أن يكون هناك قدرة على الحياة مع هذا التدمير الهائل للبيئة، للمساكن، للمنشآت الصحية والتعليمية التي تم القضاء على القدرات النظام الصحي أو نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، بالإضافة لأن بنية التعليم اليوم تم تدميرها، ناهيك عن تدمير الاقتصاد الفلسطيني، أي على تدمير ما يتعلق بالرزق للأفراد الفلسطينيين، وبالتالي مصادر الرزق هاي تم تحطيمها سواء على القطاع الصناعي أو القطاع الزراعي، الأمر الذي ينبئ بأن هذه المنطقة قطاع غزة لم يعد أحد قادر على الحياة فيها، لدفع الفلسطينيين للهجرة، وهذه هي الهجرة القصرية، وهي تشكل أحد أشكال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.